السلام عليكم يا شباب ويا صبايا، شلونكم؟ شلون اخباركم؟ طبعا اليوم الفيديو نتكلم فيه عن افضل اعدادات الجرافيك للعبة الارك سيرفايفل. طبعا انا شخصيا تعذبت كتير عبين ما لقيت الاعدادات الافضل، لاني بالاول حطيتها على اعلى شيء والجودة كانت جدا سيئة، فمشان هيك ضليت احاول لحتى لقيت افضل اعدادات ممكن تحصلها للجرافيك على شاشات الفول اتش دي. خلينا نبدأ. طبعا من جهة الصوت انا حاط الموسيقى طافية خالص، والصوت المنطقة اللي حواليك طبعا بتخليها على النص، باقي الاصوات بكيفك انت. لكن عندك بتاع الاعدادات بتاع الجرافيك، عندك اول شيء 1080 ل 1920 بما ان شاشة فول اتش دي. طبعا الخيار الثاني تخليه على نافذة بشاشة كاملة، الخيار الثالث مخصص. طبعا هذا الخط لك انت فيك تتحكم فيه على كيفك، هذا تخليه لاعلى شيء. نجي على هذول الاشياء. طبعا انا حاطه باللغه الهولنديه، لكن راح اقول مثلا مربع رقم واحد مثلا تحطه عالي، مربع رقم اثنين وهيك. طبعا مربع رقم واحد تحطه هاي عالي، مربع رقم اثنين كمان تحطه هاي عالي، او فيك تحطه متوسط ميديوم. المربع الثالث تحطه على أعلى شيء، أعلى خيار مثل ما كنتم شايفين. المربع رقم أربعة تحطه على برضو كمان متوسط. المربع خمسة وستة على أوطى شيء واطي. المربع الأخير تحطه على أعلى شيء. طبعا هذا الخط برضو فيك تتحكم فيه بكيفك، لكن خليه أوطى شيء يعني لا تعليه. هذول بالخطوط اللي بالأعلى كمان خليهم على أوطى شيء لا تعليهم، هم يكونون على ما أظن أنه بهذا الشكل هيك، لكن أنت خليهم على أوطى شيء بهالطريقة هاي. طبعا هون مش واضح كتير، لكن راح برضو أعد المربعات مثل مربع رقم واحد رقم اثنين وهيك، اللي تقدر تحط اللي راح تحط عليها إشارة صح ولا لا. طبعا مربع رقم واحد اثنين ثلاثة وأربعة ما تحط عليهم إشارة صح، رقم خمسة تحط عليه إشارة صح، رقم ستة وسبعة تشيل إشارة الصح، ثمانية وتسعة وعشرة، ثمانية وتسعة وعشرة تحط عليه إشارة صح، رقم 11 12 13 تشيل عليهم إشارة الصح، رقم 14 تحط عليه إشارة صح، 15 و16 تشيل إشارة الصح عنه، والمربع الأخير تحط عليه إشارة صح. طبعا باقي الاعدادات مثل ما كم شايفين خليتها مثل ما هي، هون ما غيرت اي اشي بالاعدادات. فاظن انه هدول حاليا افضل اعدادات انا حصلتهم على لعبة الارك سيرفايفل بما يتعلق بشاشات الفول اتش دي. انا دورت كتير على اليوتيوب بالعربي طبعا، فما لقيت اشخاص عرب حاطين هذا الشرح، شرح الجرافيك. هما بس حاطين تبع الشرح يلي بيلزمك باللعبة أساسا، بس مش شرح الجرافيك. طبعا بعد ما هيك تحط على التطبيق، تحط هيك مثل ما كم شايفين جودة حلوة وصافي كل شي، وما تقل على جهاز الكمبيوتر يعني ما يتقيله كتير، خفيفة. طبعا ما انصحك تروح تحط الاعدادات على اعلى شيء، لانه اذا حطيتها على اعلى شيء فما راح تحصل اعلى دقة، راح تكون الدقة جدا فاشلة. انا جربتها، وهذا كان كل شيء لليوم. والله انا حبيت اليوم العبها بس ما كان عندي وقت كتير. ان شاء الله عن قريب ننزل فيديو. اذا عجبك الفيديو واستفدت من الشرح، لا تنسى اللايك والشير والسبسكرايب. شوفكم بخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.